بدنا شخص يقدر يكتب كل هدول الملاحظات ويعطينا اياهم مزبوطين مشان نبعتهم على الطباعة بأسرع وقت. لازم هالشي يصير بسرعة بس يكون دقيق كمان. ماشي أستاذ، أنا مستعد أعمل هالشي، وشو ما كان الوقت المطلوب مني كمان رح خلص قبل الموعد. ما لازم يكون في أي غلط. أكيد. وكمان هدول ملاحظات الكلية، أنت ما تاكل هم أبداً، رح أهتم بكل شي. 10 روبيات على كل صفحة ورح تقبض على قد ما بتشتغل أنت وشطارتك. يعني لازم طلع 5000 بأي طريقة لحتى أقدر أشتري الساري لهدية آرتي. لازم هالشغل يكفي حقه تماما، بس أنا وقتي قليل. ماشي أستاذ، أعطيني كل هدول الملاحظات وبكرة الصبح بيكونوا خالصين. بس انتبه على الشغل منيح. طبعا. بابا جول كان سرعت لي راسي بخصوص هالحفلة هاي. وليش؟ يعني ليش لحتى نحتفل بعيد ميلاد آرتي بهالشكل الحلو؟ اللي بقى أبي، شو في داعي لنصرف كل هاي المصاري على عيد ميلاد آرتي؟ لأنه هالشي ضروري والمصاري ما عم تنصرف. ابني هذا استثمار بسيط وهي فرصة رائعة وذهبية إلي وإلك. صدقني بترجاك حاول تفهم. طيب اسمع، شو قصدك من هالحكي؟ قصدي هو انه بيوم الحفلة رح اعزم كل الناس المهمة والمعروفة بهي البلد على الحفلة، وبهيك منستفيد، فرح يزيد تواصلنا مع المسؤولين بهالحفلة وهذا رح يساعدنا. وانا رح استغل موقع آرتي لحتى اخذ المصاري كلها من السوق، وهيك بيتحسن شغلك ورح نحسن وضعنا لقدام كتير، وانت بالذات رح تاخذ يلي بدك ياه. الخطة كتير منيحة أبي. اي طبعاً، هاي مسألة مستقبل. بتعرف؟ يعني مين المسؤول عن الأرض اللي أنا مهتم فيها؟ المسؤول الوحيد هو بهوشان. بهوشان هاد ما تذكرته؟ مرة تخانقت معه. المهم هلأ كيف بدي أقرب منه؟ ايه. وكيف يا ترى بقدر أرجع أكسبه بعد المشكلة اللي صارت بيني وبينه؟ يا ابني، أبوك عنده حل هالموضوع الصعب كمان، عن طريق الإقناع بالرشوة أو العقاب والتقسيم. ولازم بالأخير نشتغل مثل ما بدنا نحنا. معناه تعزمه لهذا الزلمة كمان على الحفلة واهتم فيه مزبوط. يعني حاول تعامله منيح وأثر عليه، خليه يعمل لك شغلك وهو مرتاح ومروق، وهيك رح ينسى كل شي صار بيناتكم. وشوف كمان، وضع آرتي بالشغل رح يأثر على الكل ورح يخلي كل المواضيع أسهل بكتير علينا. انت عم تحسبها كتير صح. الحفلة معمولة مشان آرتي صح، بس الترتيب رح يكون غير هيك. وطبعاً كل شي هدايا رح تجي رح توقع كلها بحضني أنا وبس. شو رأيك يا أبوك العبقري؟ ليش ساكت؟ شو هاد؟ شو صار لي هلأ؟ أنا كنت كتير متحمس إني عايد آرتي، وتماماً على الساعة 12 صارت الساعة 12؟ لهلأ أهلي ما دقوا من البيت ولا حتى ديف خطر له يعايدني. معقول نسي؟ عن جد شو صار وليش هيك عملت؟ قديش فكرة مجنونة إني فكرت فاجأة لآرتي. بالعكس، لازم روح وعايدة بعيد ميلادة أول واحد. معقول يكون ديف نسي عيد ميلادي؟
كيف بينسى هيك مناسبة؟ معقول هيك يصير؟ معناته أنا رح ذكره لكان. شو بتكون عم تفكر فيني هلأ؟ إنه أنا مفارقة معي وإني واحد غبي؟ شو بدها تكون عم تفكر فيه يا ربي؟ رح أنسى موضوع المفاجأة وروح عايدة وارتاح بقى. لا 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 لا, لا. بهالحالة كل المفاجأة تبعي رح تخرب. بس يا ترى أنا عم زعل آرتي لأني هيك عم بعمل؟ أنا لازم روح وعايد آرتي وخلص. كيف كان نهارك اليوم ديف؟ كان منيح. وانتي كيف كان يومك آرتي؟ كمان منيح. صحيح، نسيت قلك، بصراحة في عندي رفيقة كتير بحبها واليوم بيكون عيد ميلادها. ايه لكن منروح منعايد، لازم نروح لأنه هي رفيقتك. دايما بعايد رفقاتي على الساعة 12 تماما. مو بس أنا، بابا وماما نيلو وكل العيلة كمان، كلياتنا منعايد على الساعة 12. مزبوط، وهذا الشيء كتير حلو. بعد كل اللي قلته ديف ما تذكر إنه اليوم عيد ميلادي؟ آرتي أنت ليش فجأة تذكرتي كل هالشغلات وبهذا الوقت كمان؟ لأنه رفيقتك صح؟ ايه صح. لا يعني أنا كنت بس. يا ربي أنا كمان شو غبي، ما قلت لك تفضلي. تفضلي، بس عندك شغل صح؟ لا لا أنا ما عندي شيء، اجيت بس هيك. منحكي بكرة ديف، بس انت هلأ روح ارتاح ونام. تصبحي على خير آرتي. وانت بخير. سامحيني عن جد آرتي، هذا مشان فاجئك وما قدرت عايد عليك على الساعة 12 يا آرتي. بس بوعدك إنه من السنة الجاية لبقية حياتي كلها على طول رح كون أول واحد دائماً بعايدك، بكل عيد ميلاد بيكون لإلك ورح أحضر لك أحلى الهدايا. كل عام وأنت بخير آرتي. ايه طبعاً، يا بنتي أنا كتير تحسنت بعد ما شربت فنجان الزهورات اليوم الصبح. ايه لحظة يا بنتي لحظة، رح أحط هذا الفنجان. شكراً يا بنتي شكراً، الله يخلي لي إياكي. أنا دائماً بدعي لك ها تضلي بخير. الله يخلي لي إياكي يا حبيبتي. الله يحميكي. شكراً. شكراً لإلك. إيه بس بكفي. دخلك ممكن تقولي لي شو ناوية تعملي اليوم؟ قصدي.
انتي رايحة اليوم على المكتب ولا قاعدة بالبيت؟ بلا، هلأ رايحة. ماشي. آرتي، أنا كمان في عندي اجتماع مهم اليوم، يعني بجوز أتأخر بالرجعة المساء. ليش يمكن؟ أنا رح أتأخر. فبترجاكي تعشي ولا تستنيني اليوم. أنا رح آكل برا. مرت عمي، أنا كمان رح روح على المكتب. ماشي بنتي، الله معك. باي آرتي. مسكينة آرتي، كتير زعلانة، متضايق عليها كتير. شوفي ماما، بحياته ما لاحظ إنه أخته زعلانة من شي، بس اليوم فوراً بلاحظ إنه مرته زعلانة منه. اهدي جودي، ما في داعي تحكي معي هيك. شو نسيتي بصغرك لما كنتي تزعلي؟ أنا اللي كنت أجي وصالحي وفوراً. اليوم عيد ميلاد آرتي، وأنا اللي كنت سبب زعلة، مشان هيك عم بحكي هذا الحكي. لك يا ديف، شو واقف عم تعمل عندك؟ بلش حاكي العالم وعزوم اللي بدك يا، يلا على السريع يا ابني، بسرعة يلا. ها ايه ماشي. يا ترى شو قصة الكل اليوم؟ ديف ما عايدني بعيد ميلادي حتى، ولا بيت حماية كمان، وما إجاني ولا تليفون من أهلي. معقول يكونوا أمي وأبي نسيوا عيد ميلادي؟ يمكن لأني ما عادت عايشة معهم، فيمكن هالشي يكون راح عن بالهم. بس أخي ومرته وكمان نيلو، معقول الكل نسيوا عيد ميلادي بهالطريقة؟ ليش هيك البيت عتمة؟ خليني شغل الضوء. بنتي، من شو هذا الجرح؟ ما في شيء أمي، هذا جرح بسيط، لا تخافي. يا عمري، أنتي بتمنى لك كل السعادة. كل عام وانتي بخير. شكراً. كل عام وانتي بخير يا بنتي، سنة سعيدة. شكراً. مرت أخي، كل عام وانتي بخير. شكراً لك. كل عام وانتي بخير حبيبتي، سنة سعيدة عليك، خليكي دائماً مبسوطة.
بدي اقول لك شغله مهمه بنتي، هاي الفكره كلها كانت فكره ديف، هو اللي قالنا ما نعايد عليكي مشان المفاجاه، ولهذا السبب ما حدا منا عايدك الصبح. ايه بس وينو ديف؟ ماني شايفته بيناتهم عمي. الله يحميكي يا بنتي، الله يحميكي، كل عام وانتي بخير. الله يرضى عليكي، الله يرضى عليكي. قال لي إنه أبعت مرت أخي على غرفتها لفوق. مرت أخي حبيبتي، يلا طلعي بسرعة جاهزي حالك وارجعي مشان تقطعي الجاتو. إيه صح. يلا يلا. انبسطت بالمفاجأة ما هيك؟ أرتي حبيبتي. سنة سعيدة. ديف فاجأتني، معقول أنت عملت؟ ما في داعي تقولي شيء أبدا. مرت أخي، فيني فوت مو هيك؟ كل عام وأنت بخير؟ شكرا. مرت أخي لسه ما شفت هديتك؟ لسه ما شافتها. أنت ما عطيتها فرصة تشوفها مو هيك؟ لأنك فتت بيناتنا. آسف، ما كان قصدي. ولا يهمك، رح شوفها فوراً. أرتي أعطيني هذا عنك. مرت أخي، ديف تعب كتير واشتغل ليقدر يشتري لك هالورد وهالساري كمان. راجيش بس حتى هو... انت ليش ما بتسكت وبتبطل تحكي قصص؟ طيب بس خليني اقول شغله يا ديف، اسمعني شوي. ليك لقلك قلي لي شغله، اذا ما قلت التفاصيل للشخص المناسب فلمين شو صار لك؟ اسكت معني شوي ولو دقيقه بس. قلي قديش هذا الساري؟ بس ب5000. هلا صار لازم 5000 روبية بأي ثمن عشان أقدر أهدي هالساري على الأقل لآرتي بعيدني. كان عم يعمل كل شي بيقدر عليه ليلاقي شغل بنص الدوام مشان يجمع مصاري بسرعة ويقدم لك الساري بعيد ميلادك، بس ما مشي الحال معه. قلت له ياخد مني وبيرجع لي إياهم بعدين، أو بس يصير معه بأي وقت كمان، بس هو ما قبل مني هذا العرض. كان بده يعطيكي هذا الساري ويكون خصوصاً من تعبه هو بالذات. وآخر شيء أجا شغل بالجامعة إنه يكتب ملاحظات الكلية ويبعتهم على الطباعة، وبياخد 10 روبيات، وضل عم يشتغل طول الليل لحتى يقدر يشتري هذا الساري، وهذا كله من تعبه يا آرتي. شو كان في داعي لكل هالحكي اللي ما له طعمه؟ بلا في داعي ديف. راجيش شكراً كتير لأنك قلت لي على كل شي صار. هذا الساري من هلأ رح يكون غالي علي كتير. اليوم رح احتفل بالساري الجديد تبعي. هذا الساري هو أغلى هدية اجتني بكل حياتي.
عن جد شكرا كتير إلك ديف. آرتي يلا جهزي حالك، كلياتنا رح ننطرك تحت. ليك ديف. نعم. أنت طالع حلو اليوم. شكرا آرتي. تحياتي مدام. معقول هذا أنت؟ تفضلي مدام. شكراً كثير. هلأ أنا انضميت لكم على أني موظف عندك يا مدام، فأنا كثير مبسوط أني انعزمت على حفلة عيد ميلادك. عن جد شكراً كثير، غمرتوني بلطفكم. صدقوني أنتوا كلكم خليتوا عيد ميلادي كثير مميز بوجودكم. فعلاً هاي مفاجأة كانت كتير كبيرة إلي. آرتي، تعرفي إنه صهري هو اللي عمل كل هالشي هاد؟ كل سنة وأنتي سالمة مدام، تفضلي. شكراً ساتيش. ينعاد عليك. شكراً إلك. كل عام وأنت بخير. شكراً. خدي. مرت عمي؟ خير بنتي؟ شو الموضوع؟ مرت عمي، مرت أخي جولكاند مو مبينة، وكمان الأولاد مو مبينين. مزبوط بنتي، جولكاند ما رح تجي ولا الأولاد كمان. أنت بتعرفي قديش هي وحدة حسودة. رح شوفهم وأرجع. ماشي حبيبتي، روحي. ماما خلينا ننزل لتحت. ايه أمي، بترجاك الكل عم يحتفل تحت، إذا بتريدي نزلينا. انتوا الاثنين بتقعدوا هون وبس، وممنوع حدا ينزل منكم لتحت. مرت أخي؟ مرت أخي لو سمحتي، تعالي لتحت. روحي لبرا، أنا ما بتصرف مثل ما أنتي بدك، فهمتي؟ كل أهلي موجودين كلياتهم تحت معنا، مو حاسين بمشاكلنا، مفكرين انه كل شيء تمام مع بيت حمايه. ما بدي اياهم يفكروا بشي تاني. بشو ما كنت غلطانه معك من قبل، انا بطلب منك السماح عن كل شيء ساويته، وبترجاكي اذا بتريدي سامحيني. مرت اخي، بدي تنسي كل شيء صار. اليوم عيد ميلادي، اذا نزلتي معي لتحت فرح يكون تصرف كتير منيح منك، وأنا رح كون سعيدة ومبسوطة بوجودك معي بهذا اليوم. مرت أخي، أنت جزء من هاي العيلة، بدونك هاي العيلة ما بتكمل. واليوم لأنه الكل تحت مبسوطين، بدي إياكي أنت كمان تنزلي لتحت وتكوني معه. أنا عن جد كتير مبسوطة، كتير ضروري للعيلة إنه تتواجد بكل مناسبة حلوة مع بعض. إذا أنت ما نزلتي اليوم فهي الفرحة رح تكون ناقصة. بترجاكي مرت أخي لو سمحتي تعال إذا بتريدي. مستحيل، جابت البلا معه وإجت. الله أعلم هالعقرب شو ممكن يطلع منها هلا. بنتي آرتي، شو رأيك هلا تبلشي بتقطيع القالب لحتى نبلش الحفلة؟ ما ضل عنا وقت. جودي وين كبريت؟ يلا يا جماعة قربوا، تفضلوا تفضلوا، يلا تفضلوا. سلام عليكم.
تفتيش؟ مو هذا الزلمة اللي ما قدر ياخذ مناقصة ليبني بالأماكن العامة لأني لغيت القصة؟ بلا مدام هذا هو، بس الغريب إنه في كتير عالم مثله إجوا على هاي الحفلة اليوم، عالم لغينا لهم مناقصاتهم لأحد الأسباب، بس هن موجودين بعيد ميلادك ولا كأنه شي صار. وحتى في ناس ولك إجت لهون بس طمعانين مشان يقابلوكي ويشتغلوا معك ليكسبوا مناقصات، بس كنتي دائما ترفضيهم لأنه معروفين بتاريخهم السيء. بس شو فيهم هلأ يا مدام؟ ليكي ما همهم شي. سهري الأكل كتير كان طيب، شكرا. بنتي آرتي نحنا بدنا نروح حبيبتي لأنه عنا طريق طويل، وراجات كمان عنده شغل الصبح. آرتي أنا كتير كتير فرحان لأني شايفك مبسوطة، وفرحان أكتر لأني ملاحظ قديش ديف مهتم فيكي وبراحتك كمان. ديف أنت عن جد نظمت الحفلة بشكل كتير حلو، وهلأ يعني إذا بتسمحوا لنا لازم نمشي. إيه يلا معكم. شكرا. ديري بالك. الله معكم. مدام آرتي بظن هذا الموبايل نسي أبو حضرتك، لأن أنا لقيته بالمكان يلي كان واقف فيه من شوي. طيب أعطيني إياه لأنه أكيد بيكونوا بعده من هون. آرتي رح رجع له إياه وأنتي خبريهم إياه. بس ألو أخي؟ أبوها لآرتي نسي موبايله، رح أعطيه إياه وأرجع له. لا لا يا سيد، شو عم بتفكر أنت؟ اليوم ما في داعي تتردد ابدا، لانه هي حفله مميزه لوجودنا مع بعضنا. شكرا شكرا كلك زول. اخي انا بدي اعتذر منكم كلكم، يعني ما كنتوا اخذين راحتكم بالمشاريب لانه عيله كنتي كانوا هون وما بيحبوا هاي الشغلات، قصدي ما بيحبوا كل شيء يعني، فهمتوا علي؟ فاضطرينا نستنى لحتى يمشوا، يعني بتعرفوا يعني لازم نراعي ظروفهم وشعورهم، ما حلوه هن الناس قدام شوي. مزبوط حكيك طبعا، وكمان لا تنسى انه هن بيكونوا اهل كنتك فلازم تدير بالك. اسمع يا ابني جيب اكل للجميع هون يلا. شكرا لك يسلموا. اسمع على قلك انا برايي انه المناقصات اللي معك الاحسن انه اذا بتمشيها باسم ايوديا، يعني شو رايك؟ بدي اياك تنسى كل شيء صار من قبل، على قد ما بتعطيني على قد ما بتاخذ. ايه نحن بنقعد مع بعض ومنرتب كل القصص، شو رايك؟ بصراحه يا سيد مشوار، انت ليش عم تتورط مع هذا الزلمه والباقي؟ تطلب من مرت ابنك ما بتاخذ بس مشروع، هي بتعطيك 10 مناقصات وهذا الزلمه اللي قدامها بيضل موظف. يا سيد صدقني اللي بده اياه بيصير، توقيع واحد منا بكفي وبتصير غني بيوم وليلة. طالما عندك منجم ألماس حقيقي ببيتك فليش بدك تعمل منجم ألماس برات البيت تبعك؟ وبعدين شوف، إذا كانت مرت ابني بتشتغل مهندسة بالحكومة كنت أخذت العقود من المتعاقدين نفسهم. وكل العقود رح تبلش من عندي وتنتهي من عندي كمان. طيب اسمع لك، أنا إذا صار عندك كنة مثل آرتي فعمل نفس الشيء. بصراحة أنا عم أحكي وكأنه الموضوع من غير آرتي ونحن بحفلتنا عم نتصرف كأنه أنا اللي عم قرر، بس هي مسألة خارجية، وهذا السيد طالما هو معني بالموضوع على القليلة يتصرف يعني بالشي اللي بيقدر عليه، وأكيد أنت بتقدر يعني، حاول وشوف وضعك وشو بتقدر تساعدنا. بس بترجاك سامحني يا سيد، بس أنا ما رح أقدر أعمل أي شي من هذا. ليش ما بتقدر بقى أحكي؟ شوف أنت بدك تعمل هذا الشي بكل الأحوال ولا لأنك شايفنا عم نحاول نفهمك بلطف ونحترمك؟ فصرت هلأ بدك تعمل علينا آدمي؟ أنا هالمسخرة ما بحبها، فهمان؟ بتحب ذكرى بآخر مرة التقينا؟ طيب طيب هلأ فهمت منيح، أنتوا خططتوا تعزموني اليوم على هي الحفلة لحتى خلوني اشتغل هالشغلة، مو هيك؟ يلا قلي. ها؟ شوفوا أنتوا ما رح تضغطوا علي بهذا الشي لو شو ما عملتوا معي، لأني بعرف إنه المدام كتير قوية بخصوص مبادئنا، وأنا كمان بدي أشتغل بإخلاص وما رح خونة بشغلي أبداً. خليني أعطيكم نصيحة، إنه تستخدموا اسمها لشغلكم هذا رح يكون غلط كتير كبير.
ولك سكوت احسن لك وست بوزك. شفت؟ ايوديا خلاص. فتح مخك واسمعني كتير منيح. انسى الخوف من المدام ارتي يلي عم بتحاول تتباهى فيها قدامنا. ولك مين هي؟ هي هي مرت ابني صح؟ بس نحنا كلنا عيلة فهمت؟ انت عم بتقلي على القوة. انا رح فرجيك قوتي ورح ربيك كمان يا جبان. بتحب تشوف؟ يلا والمدام ارتي بنفسها كمان رح تطلع على الامر، شو رأيك؟ وانت رح تمشي المناقصة باسمه لأيوديا، وانت اللي رح تساويها ورح تعمل كل شيء لحالك وبإيدك انت كمان، عم تفهم؟ امشي امشي اطلع قدامي يا عرفلك. حرك انا بفرجيك. امشي تعال شوف. عمي شو صار؟ شو صار؟ أنا حكيت معه بخصوص المناقصة اللي عم تشتغليها مع حضرته. أنا بدي تكون باسم أيوديا، وهي مسألة احترام منك إلي يا بنتي. قولي له هالشي. عمك عم يطلب منك شغلة، يلا اصدري أوامرك فورا لحتى يمشي المناقصة باسم أيوديا. بنتي افهمي علي، هذا الموضوع من أساسه بيخص هيبة العيلة كلها. يلا اشرحي له. عمي أنا بفضل إنه نحكي بهالشي بعدين. لا يا بنتي لا، ما في بعدين. أعطيه المهمة هلأ لهالتافه هاد. بدي فرجيه مكانه المناسب. أرتي أبي عم يطلب منك طلب، شبك يصافني. عمي أنا ما بقدر أعمل هالشي، وما رح أعطي بنوب أي أوامر. قبل تمرير أي مناقصة كتير ضروري إنه نقرأ ونفهم كل الملفات، وبعد هيك ملف المناقصة بيتقارن مع البقايا. ليك عمي في إجراء لتمرير المناقصات ضروري. ولهيك إجراء شو هذا يا أرتي؟ أنا عم قلك هيبة العيلة بخطر والإجراءات صارت عندك أهم. هذا الرجال المحترم كان عم يهددني شخصياً لإلي، والإجراءات هي الأهم عندك هلأ. شو هالحكي؟ حلو كتير. هاي الحالة تبع الكنة اللي بتشتغل رح نخلص منها بسبب هذا المحتال. كتير منيح. بترجاك فهمني، بس بالنسبة للقواعد. بس للقواعد شو يا أرتي؟ لا تجي هلا تعلميني القواعد. اسمعيني منيح، انا رح اعطيكي اخر فرصه لإلك هلا يا ارتي. كلفي لهاد بالمهمه هلا وفورا. انا بطلب منك وبترجاك عمي انك ما تطلب مني مثل هذا الطلب ابدا. ما رح اقدر اني اعمل. طيب بما انك هيك عم تحكي معي انا، واذا ما بدك تمشي المناقصه لايوديا من هذا الموظف التافه اللي عندك فلا تمشيها. مو مشكله ابدا، رح اقبل بهذا الشيء معك، بس بشرط واحد، انه في مناقصه جديده رح تنطرح من قسمك. مزبوط مو هيك؟ معناتها فيك تخصصيها لايوديا. ماشي. اكيد ما عندك مشكله بهالشيء. هذا الشيء كله ضمن صلاحياتك وبين ايديك انت، معناها بتساويها فورا. عمي انا بترجاك، انت ليش عم تحاول تضغط علي؟ ليش لحتى ما اضغط عليك يا بنت؟ بس قولي لي وفهميني شو الغلط بالموضوع. ايوديا متعاقد مو هيك؟
وعم يشتغل هذا الشغل من سنتين، ولما بتقدري تخصصي هذا الشغل لحدا تاني بكل بساطة، فهميني ليش ما فيك تخصصي لأيود يا ابني؟ بس يا عمي اسمعني، لا يقدر أخي أيوديا يمرق هاي المناقصة وناخد قرار فيها، فلازم بالأول يبعث الملف على المكتب، لأن ملفه لازم ياخد دور، وإذا كان كل شيء تمام وما في مشاكل بملفه فوقت أكيد المناقصة رح تمشي. انت أرتي خليكي ضمن حدودك، مفهوم؟ ما بتحاولي تهينينا كل الوقت وساكتين. السلطة اللي عاطينك إياها بالشغل هي للشغل، مو لحتى تمارسيها ببيت أهلك، فهمتي؟ إذا أنا رح كون مصر على شيء فهو إني خليكي تطلبي السماح مننا هلأ وقدام الكل، وبعدين خبريني أنت كيف بتتجرأي تحكي مع أبي بهي الطريقة السيئة؟ أخي بس أنا ما عم بحكي بطريقة مو محترمة، أنا بس عم بطلب منه يحاول يتفهم وضعي ووضع الشغل ليفهمني، ويحاول يفهم إنه ما فيني أعطي أوامر بهي البساطة، لا أوامر ولا مناقصات. ممتاز، كثير حلو هالحكيات. مرت ابني انت مثقفة كثير ما، ومشان هيك انت عم ترفضي قدام الكل، وكمان انت عم بتهيني عمك بسبب شغلك، وكمان عادي عادي انك تهيني عمك وابن حماك يلي مثل اخوك. عن جد شو هالكنة هي؟ عيلتك هي اللي علمتك هالقيم، عيلتك علموكي تتعاملي بهالطريقة مع بيت حماكي؟ معقول؟ احكي انت يا بنتي، ما قدمت اي احترام لبيت حماكي ولا لحماكي قدام الناس ابدا. انت تجاوزت حدود العلاقات العائلية، شو الغلط اللي قالته أرتي بابا؟ شو هو غلط أرتي؟ إذا أخي كان بده شيء مناقصة أو أي شيء بالشغل، فلازم يمشي على نفس القواعد يلي بيتبعوها باقي المتعاقدين كلهم. شو الغلط يلي حكته؟ حتى لو كنت أنا رح أعمل هيك كمان كنت بدي أمشي على نفس القواعد، وإذا كانوا كل وراء والمتطلبات بمكانهم الصحيح فليش لحتى أرتي تعطل هذا الموضوع؟ بس الشيء اللي أنتوا عم تعملوه هلأ ما هو الطريق الصح لتاخدوا عقود أي مناقصة. ممتاز، شو ما كانت عاملة مرته بس هو دائماً واقف جنبها، كل مرة بيوقف معها ضد الكل. حلو كتير، مع إني ما كتير بحبها بس على القليلة في رجال بهالبيت بيعرف كيف يحترم مرته. عمي أنا بحياتي ما عملت هيك شغل ضد مبادئي وتفكيري لو شو ما كانت الظروف، وأنت بتعرف عني هذا الشيء، ولهيك أنا دائماً عم بشتغل على المبادئ اللي تربيت عليها، وبترجاك تفهمني وتقبل اعتذاري. لا لا أرتي، أنتي ما رح تعتذري لحدا أبداً، وما في داعي إنك تبرري هالشي لأنه الغلط مو غلطك، الغلط غلطهم هني. هدول العالم عم يغلطوا على حسابك. هلأ عرفت ليش كنت حريص كتير على إنك تعمل حفلة عيد ميلاد أرتي هون، لأنك كنت متحمس لتقوي علاقاتك، وهذا بحجة عيد ميلادها لأرتي. أنت شو كنت عم بتقول لأرتي قبل شوي؟ إيه عن الاحترام وهيك؟ صح، كنت عم تحكي عن الحدود والعلاقات العائلية، وبالمقابل أنت ما فكرت حتى تحترم الموجودين، ولا أرتي ولا حتى أنا اللي بكون زوجة وابنك، ما فكرت حتى باحترام العمي اللي هو مثل الأب وجاي على بيتنا. لا تعلمني احترم حدا وتتجاوز حدودك معي يا ديب، أنا بكون أبوك، أنا بحترمك وإنت يلي بتنسى. بس للأسف الشديد مرتك هي ما بتحترم أي حدا بهالعيلة أبداً، ونسياني إنه نحن منخصة لك أنا مثل أبوها تماماً، وهي عم ترفض طلبي بكل بساطة، وين الاحترام؟ لا تزعل مني بس أنا بحاجة لأسألك سؤال بابا. اليوم كان الاحتفال بهذا البيت بعيد ميلاد مديرة ولا كنة؟ عم تسمع؟ بيأسفني إنك شي مهم، إنه أنت دايماً بتنسى إنك جبت كنة مو موظفة. خلينا نروح أرتي، بعد هيك تصرف الحفل انتهت بالنسبة لإلنا.
وهلأ بما أنك رفضتيلن الطلب فحفلتكن كمان بتنتهي، وأساساً ما كانت حفلة أبداً. يلا صراحة سيج وشوار، أنا برأيي إنه ما عندك أي سلطة ببيتك. كنت قاعد وعم تشوف حالك علينا نحن وبس. أول شي يا ريت كنت تفرض سيطرتك هاي ببيتك. بيتك بتحكمه مرا، ولاحظت؟ لاحظت الطريقة اللي صارت وكنتك الصغيرة قطعت فيها الطريق. وبكل بساطة رفضت طلبك كمان، والأكتر من هيك رفضت المناقصة. وانت شو عملت بهالحالة؟ خليتنا ننهال قدام المجتمع؟ خلص يا، خلونا نمشي. بنتي آرتي، ما بعرف شو بدي أقولك على اللي صار، بس أنا بدي أعتذر على الشي اللي طلع منهم بحقك. بترجاك تسامحيهم بنتي، بترجاك إنك لا تزعلي منهم. مرت عمي معلش، بترجاك لا تحكي هيك. لا بنتي آرتي، هذا صار قانون لهذا البيت. بنظرهم المرأة ما إلى أي احترام أبدا، واليوم عن جد هن تجاوزوا الحدود معك بكل شيء. أنا هلأ بترجاكي بنتي انسي كل شيء سمعتي، لأنه هدول العالم بحياتهم ما فهموا إنه الكنة هي الأساس، هي السند الأساسي للبيت وللعائلة كمان. وأكيد بدون هذا البيت بحياته ما راح يكون منيح ولا راح يشوف السعادة أبدا. أنا بعرف عمك من سنين طويلة، هو بس بده مصاري وتضل كلمته ماشي ويفرض أوامره على الكل، وما حدا ما حدا منا يقول له لا. هي كل القصة. بس بعد ما أنتي صرتي هون البيت صار أحسن من قبل بكتير، وأنا ما بدي إياكي تروحي من هون أبدا. لا مرت عمي، أنا ما رح أتركك لو شو ما صار. بعدين أنا ما زعلت من أي شيء من اللي صار، وليش لحتى أكره هاي العيلة؟ أنا كنت هالبيت، كنا مرت عمي، ولهيك أنا دايماً جنبك ورح أدعم احترام هاي العيلة. تأكدي إنه ما بتخلى عنك أبداً، وهذا وعد مني إلك لحتى موت. فبترجاكي لا تحكي هالحكي. وبالنسبة لعمي كمان، فهو رح يعرف غلطه شي يوم، وعن قريب رح يصير يعرف شو هو الغلط وشو هو الصح. انتي بس وثقي فيني. بعرف هالشي كتير منيح. انا متأكدة انه انتي رح تصلحي الكل بالبيت وتجبريهم على الطريق الصح اكيد، وتمنع العائلة من انه تتفكك. منشان هيك اجيت لعندك لاشوفك. انتي املي الاخير بهالبيت، وانا عندي ثقة كبيرة فيكي حبيبتي. هذا الخبر كتير منيح. ماشي بحكيك أنا بعدين. خلص. إيه بابا، أنا بدي حكيك بموضوع مهم. بتعرف مين كنت عم بحكي هلأ؟ بينتو سينك. هو قريب علينا وعرفت إنه في صفقة كثير منيحة رح تصير. مثل كل يوم على طول في صفقات بالمدينة، شو الجديد بالموضوع؟ هلأ في مجال تتركني كمل كلامي للآخر؟ طيب قول. بقصد إذا أخذت أنا هاي الصفقة اللي عم قلك عنها رح يكون ممتاز. بالبداية رح يكون علينا مصروف شوي كبير، من 3 إلى 5 مليون تقريبا، بس بعدين ما في داعي نعمل أي شيء، وكل المشروع رح يمشي تمام مثل ما بدنا وأكتر. بسبب مشروع الإسكان هاد على هاي الأرض، فما في داعي نحن نتعب بأي شيء أبي. بهالحالة نحن رح نصير نلعب بالملايين. بالملايين؟
ايه لكن شو؟ طيب خلص اسكت، بنحكي بالموضوع وبكل التفاصيل بعدين. يلا ضيفي عمي. عفوا عمي، بترجاك انسى موضوع امبارح وسامحني على كل شيء. انا اسفه اذا كنت ضايقتك باي شيء. بدك سامحك؟ ليش بدي سامحك يا ارتي؟ لازم انسى مو هيك؟ انسى. ليش جاي لهون بس مشان المظاهر قدام الكل؟ عملتي يلي بدك اياه امبارح وبهدلتيني قدام الكل مثل كانك ضربتيني كف. وجاي يمكن تكوني جاية تضربيني مو؟ طيب ماشي ضربيني، شو عليه؟ بدك هون تضربيني ولا هون؟ وين ما بدك يلا. وعلى فكرة بما انك هنتيني وشرشحتيني قدام الكل فهذا راح يكون عقاب صغير قدام يلي عملتيه، فاعملي بس شغلة واحدة. استني ثواني. هاتي هاتي هاتي، خلي هاي هون. هيوة يلا خدي ضربيني على راسي، شو رأيك؟ ضربيني بقوة مشان نخلص من هالقصة بقى. يلا خدي خدي، مسكي ضربيني.